تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. في الحلقة الجديدة يتلقى إيلول نتيجة اختبار الحمض النووي، الطفل من ياغيز، ولكن قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك يتم اختطافه من قبل رجال عدنان. يلاحقه رجال عدنان، يختطف أوزان، لا ينوي تسليمه إلى الشرطة، يتم نقل كان إلى المستشفى بعد إصابته. عندما يعلم أوزان وأسليم بذلك تتصاعد آمال أوزان وأسليم، لكن شول يقتل كان. يعثر المحقق الذي استأجرته نرمين على إيلول. تسعد نرمين بالعثور على ابنتها غير مدركة أنها إيلول. من ناحية أخرى تبذل ياغيز قصارى جهدها للعثور على إيلول المختطفة. يختبئ أسليم وأوزان من الشرطة أثناء سعيه وراء الحقيقة. تحاصر راضية عندما تعلم أن نرمين قريبة جداً من العثور على ابنتها. يحاول أسليم إلقاء اللوم على أوزان في جريمة أوزان ويتم القبض عليه. وبينما هو على وشك الذهاب إلى السجن يلحق به أوزان في اللحظة الأخيرة ويخبر الحقيقة. يغير كوراي نتيجة اختبار الحمض النووي. تقارن راضية بين إيفيت وياغيز. تقع إيفيت في حب ياغيز بمجرد أن تراه. تتحرك نرمين لمقابلة إيلول بالمعلومات التي قدمها لها بهجت. وتجهل إيلول المكان الذي ستذهب إليه، وتوشك إيلول أيضاً على مقابلة نرمين. نعم يا أصدقائي، لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم حول الحلقة الأخيرة من مسلسلنا في قسم التعليقات. هذا كل ما لدينا الآن. كما لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والإعجاب بفيديوهاتنا لاستمرار مثل هذا المحتوى. وداعاً إلى اللقاء في فيديوهاتنا الأخرى.